رئيس شركة جي اس كي السابق في الصين يظهر في تسجيل مورطا اياه في قضايا فساد. مدير شركة غلاسكو سميث كلاين يظهر برفقة حبيبته الصينية في فيديو كان السبب في تورط الرجل بتهم الفساد. في قضية اختلاس مبلغ وقدره 135 مليون دولار خلال تجارة غير شرعية. لقطات من رايلي وصديقته معا في شقته في شانغهاي تم إرسالها إلى أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأدوية، وقد عين بيتر هومفري للتحقيق في كيفية إرسال الفيديو، حيث أثارت شاطته شكوكا لدى الحكومة الصينية التي بدأت حملة للتحقيقات بشأن عملية فساد ضخمة. وجهت تهمة ترأس شبكة فساد ورشوة لرايلي من قبل الصينيين، والتحقيق ما زال قائما، وفي حال ثبوت التهم فقد يواجه رايلي عقوبة السجن المؤبد.